بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في قناة اخبار عاجلة مع هذا الفيديو الجديد عن جدول ترتيب الدوري بعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم الاربعاء 1 مايو 2019. في البداية بدعوك عزيز المشاهد لو بتشاهد قناتنا لاول مرة اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. اقيمت اليوم الاربعاء 1 مايو 2019 وفي اطار منافسات الدوري المصري مباراتين، المباراة الاولى والتي اقيمت بين المقاولون العرب والداخلية والتي انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين 2-2. سجل اهداف المقاولون احمد علي، سجل الهدف الاول في الدقيقة الاولى من عمر المباراة والهدف الثاني في الدقيقة 29، وسجل اهداف الداخلية محمد سالم وحسام سلامة باولو. المباراة الثانية والتي كانت بين الاهلي وطلائع الجيش والتي انتهت بفوز الاهلي على الطلائع بهدفين مقابل هدف. سجل اهداف الاهلي وليد ازارو الهدف الاول وعلي معلول الهدف الثاني، وسجل هدف طلائع الجيش اسلام جمال. لياتي بعد ذلك جدول ترتيب الدوري كالتالي: المركز الاول فريق نادي بيراميدز برصيد نقاط 64، المركز الثاني فريق النادي الاهلي برصيد نقاط 64، المركز الثالث فريق نادي الزمالك برصيد نقاط 60، المركز الرابع فريق النادي المصري برصيد نقاط 47، المركز الخامس المقاولون العرب برصيد نقاط 44، المركز السادس مصر للمقصة برصيد نقاط 42، المركز السابع فريق النادي الإسماعيلي برصيد نقاط 37، المركز الثامن الجونة برصيد نقاط 36، المركز التاسع الاتحاد السكندري برصيد نقاط 36، المركز العاشر وادي دجلة برصيد نقاط 35، المركز الحداشر الإنتاج الحربي برصيد نقاط 35، المركز الاتناشر سموحة برصيد نقاط 35، المركز ال 13 طلائع الجيش برصيد نقاط 34، المركز ال 14 بتروجيت برصيد نقاط 34، المركز ال 15 حرس الحدود برصيد نقاط 32، المركز ال 16 امبي برصيد نقاط 30، المركز ال 17 الداخليه برصيد نقاط 27، المركز ال 18 والاخير النجوم برصيد نقاط 25. في النهايه بشكر حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.